بن سعيد الوهيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في صباح هذا اليوم في انطلاقات وتواصل مهرجان ولي عهد دبي لعام 2024 في انطلاقات أشواط سن الحقائق، حيث تنطلق هذه الأسماء وتندفع هذه الشعارات في هذا اليوم والأربع كيلومترات بانتظار هذه الشعارات الكبيرة الجميلة والمتنافسة الباحثة عن الناموس الغالي. مقدمة الشوط وصدارة هذه الأسماء، أتقدم مع المركز الأول، أجد في صدارة الشوط مرموق راشد بن محمد بن هويد الكتبي يتقدم بصدارة هذه الأسماء، بينما المركز الثاني أتابع انطلاقة كفو سهيل بن حمود بن علي الوهيبي يتحرك بانطلاقة كفو. المركز الثالث الوجود والتحرك من الفارس علي بن راشد بن حمود الدرعي يتقدم بدوره وبانطلاقته على المركز الثالث. المركز الرابع يا اخوان وصل راهي سالم بن صالح بن طرشوم العامري يتحرك على المركز الرابع. المركز الخامس وصول الشعار بن كليب يتحرك مع متعود علي بن سيف بن علي بن راشد الكتبي، والقدوم والوصول من هملول احمد بن عمهي بن حميد المنصوري يتحرك، بينما من الجانب الايمن انطلاقة مغادر محمد بن هلال بن سعيد الاعفاري، بينما اتابع اللي على المركز الخامس او الثامن هنا انطلاقة وحضور واندفاعة الطليلي ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي. المركز التاسع الوصول من مغامر سلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي، والمركز العاشر وصول وتقدم من مبعد مبارك بن غانم بن حتروش المنصوري. هذه الاسماء، هذا هو النداء الأول يا من تتابع للمراكز العشر الأولى الحاضرة المتنافسة هنا من أجل الفوز ومن أجل الناموس ومن أجل التحدي الكبير من هنا من المرموم في انطلاقات مهرجان ولي عهد دبي. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة هذه الأسماء، حيث أجد كفو وسهيل بن حمود بن علي الوهيبي يتصدر الأسماء، ينطلق بالمركز الأول بن حتروش وشعاره يتقدم بانطلاقة مبعد مبارك بن غانم بن حتروش المنصوري، بدأ يهاجم من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. المركز الثالث أتابع القدوم والوصول، التحدي من مغامر سلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي على المركز الثالث يتحرك من زاهرة وشعار يا ابنائي النايفة. المركز الرابع شوف هذه الصورة، هذا التحدي، انطلاقة الأسماء والشعارات الكبيرة، ولكن انطلاقة شوف المقدمة من هناك والقادم راهي سالم بن صالح بن طرشوم العامري بن عنودة يتحرك بشعاره وبالكيلة، ولكن بن حتروش المنصوري على المركز الأول يتقدم، ينطلق بن حتروش بصدارة هذه الأسماء 800 متر أخير، مبعد على المركز الأول مبارك بن غانم بن حتروش المنصوري. روح يا بن حتروش، روح إلى الفوز إلى الانتصار يا راعي مبعد. ولكن هداد عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري بدأ يهدد الحقائق، هل الحقائق القعدان بانطلاقة ووصول بن هضبان وشعاره، ولكن الواصل المهاجم منصف احمد بن سالم بن عبد الله بن محمد المهيري، ولكن بن هضبان غادر بالفوز، غادر بهذا الاداء. هداد روح يا بن هضبان الى الفوز الى التحدي مع هداد.
الزياد، ولكن القدوم من الأسد سلطان بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي، هداد والأسد بن هضبان والهاملي، ولكن الأسد 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 انطلق الهاملي سلطان بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي. سلامي عليك على الفوز والانتصار على الأسد. المركز الثاني مبعد مبارك بن غانم بن حتروش المنصوري، المركز الثالث كان بن هضبان مع هداد عبد الله بن هضبان بن مبارك العان، المركز الرابع كانت لحظة وصول منصف أحمد بن سالم بن عبد الله بن محمد مهيري، والمركز الخامس كان الوصول من عناد حامد بن سالم بن حمود بن حمد البلوشي. تهانينا والناموس للجميع، تهانينا والناموس للهاملي على فوز الأسد. التوقيت 6 دقائق بدون ثواني، 3 أجزاء من الثانية. سلامي على هذا الأداء الأسد سلطان بن خلفان بن موسى بن أحمد الهاملي. تهانينا والف مبروك الهاملي على فوز الأسد. المركز الثاني 6 دقائق بدون ثواني، 4 أجزاء من الثانية كان مبعد وانطلاقة مبعد والشعار مبارك بن غانم بن حتروش المنصوري مع مبعد على المركز الثاني. والمركز الثالث 6 دقائق بدون ثواني، 8 أجزاء من الثانية اللي على المركز الثالث هداد عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري. تهانينا والناموس للجميع.